لا بص يا صاروق، بعد كده ابقى قولي لي يا عم زلطه. عم زلطه؟ اه عم زلطه. وعم زلطه وحش ده، انت عيله لامه ده، اجرى بنت انت امك. اما اما الواد زلطه ابوكي. تعال يا ولا، جيت في وقتك. انا طول عمري باجي في وقتي. ازيك يا عواطف، عامله ايه؟ وحشتيني. ايه وحشتيني دي؟ ولا حاجه، انا قلت بس انك بقيت لوحدك فاجي اخد بحسك يعني واطمن عليكي. طب والله فيك الخير، بلعت الحمام مسدوده والمجاري عماله ترد في الحمام، تعرف تسلكي البلاعه؟ بلعت ايه ومجاري ايه؟ ده انا جاي لك زياره وجايب لك بسبوسه. ليه غنيت مدريد؟ زي بعض متشكرين. هات. لا ده واجب، اصل انا بحب اعمل الواجب قوي. ايه الخلاصه؟ تسلك لي البلاعه واديك 5 جنيه ولا ابعت اجيب له استمكرم؟ هي مسدوده قوي؟ اه. ولو سلكتها هتبقى مبسوطه؟ اه. قوم وديني الحمام وانا هسلكها لك من غير ما اخد ولا سلم. وافادت مصادر طبيه في مشفى شفاء بان الطفل استشهد بعد يومين من اصابته البالغه في غاره اسرائيليه، مما يرفع عدد الشهداء الذين سقطوا في العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزه الى 6. ايه هم اللي انت بتتفرجي عليه ده؟ ما تجيب لنا فيلم نشوفه. ما بقتش عارفه اقلع على الفلسطينيين ولا على الاسرائيليين. بتقلقي على الاسرائيليين ليه؟ الله، مش ان فوزتيهم ممكن الفلسطينيين يعملوا حاجه في الاسرائيليين تيجي في ابني. يا ماما هو احنا عارفين مكانه فين ولا فوزت مين فيهم؟ اه عمال ادور في وسط الاسرائيليين يمكن المحهم. ماما كنت عايزه اتكلم معاكي في حاجه. خير يا حورية؟ كنت عايزه احكي لك حاجه كده بس خايفه تقولي لي كلام مش قد كده. لو غلط ما تتكلميش، لا بحب الغلط ولا الكلام في الغلط. ما المشكله ان انا مش عارفه اذا كانت غلط ولا صح. متعلقه بحد؟ مالك يا بت؟ مستغربة يعني، هو باين عليا؟ يا سلام، ما انت بتدخلي في اوضتك تايهة وسرحانة وفي الباب عليكي باينة يعني، ولا فاكرة امك عبيطة؟ لا بس ما كنتش عارفة انه واضح قوي كده. مين؟ صلاح. متحسن بس زيك قلقانة ومش مطمنة. انت كمان يا ماما؟ الجدع بصراحة ما فيش على حد غبار، مركزه كويس وابن ناس ومتربي وكمان زميل اخوكي، بس اللي محيرني ان اللي مخبيه اكتر من اللي مبينه. مش بتاع مخابرات؟ ما تتعشميش قوي كده، صحيح هو عينه عليكي بس انتوا ناس تانيه خالص غيرنا. غيرنا ازاي؟ مش حماده اخويا منهم؟ ما هو ده الهم الكبير، لما يبقى ابني حماده اللي مخلفاه ومعرفوش حاجات مخول. حماده لما كان بيرمش يطلع مخبي عنه سر كبير زي ده. كان حاول ايه؟ الراجل في بيته حاجه وفي شغله حاجه تانيه. المهم خلينا في صلاح. قال لك حاجه؟ اه. قال لك يعني هيجيب والدته؟ لا. امال كنتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني مشاعر واحاسيس بس. لا انا ما اعرفش الكلام ده، البيت له باب. مش لما اعرف يا ماما هو عايز يخش البيت ده ولا لا. اسمعي كويس وافهمي، الراجل لما يلاقي البنت سهله وقريبه منه ما يفكرش ابدا انه يتجوزها، وخصوصا لما يبقى واحد زي صلاح لف الدنيا. بس انا يا ماما مش عارفه اشيله من دماغي، خايلني طول الوقت. بلاش الكلام العبيط ده، اتقالي وابعدي، ولو من نصيبك هيجي لك لحد عندك. بنتي ماتت، ماتت يوم ما خرجت من عندي، لقيت معاك دي انا مش عايزها. هي فين يا سعيد؟ تحت عند ام عبد الله. روح يا سعيد، روح، انا خلاص قلت اللي عندي. صلى على النبي يا عم رجب، الكلام اخده وعطى وانا جاي احل. تحل ولا تربط؟ انا بنتي ماتت، خلص كلام. حبيبتي يا بنتي كده كده برضه عارفه تعملي فينا كده؟ حقك عليا يا اما، انا اسفه سامحيني. احنا ما غلطناش يا حماتي، ودينا جينا لحد عندكم. يا ابني حرام عليكم السواد اللي شفناها انا وابوها. حطي محني يا اختي وتعالي، بلا سواد بلا بياض، الحمد لله البت رجعت بالسلامه اهي، ومتجوزه على سنه الله ورسوله. اه
وجايين يطلبوا رضاك وخلاص بقى لي من الدور. خلينا نفكر في اللي جاي. اهو ده احلى كلام يا ام عبد الله. لو عايزه اطلع ابوس ايد ابويا واستسمح. لا خليك، لو طلعتي هيقطم رقبتك. الراجل على اخر حبه عيني. امك عندها حق بصراحه يا عزه، تلاقي ابوكي قايد نار. استني كده حبيبتي لما سعيد يفكوا شويه. هو اللي انت عملتيه ده شويه مقصفه الرقبه. الله الله الله، ما كلامك كان حلو يا ام عبد الله، قلبتي كده ليه؟ لا هي غلطت وانت كمان غلطت يا عماد. انا بس بقول الكلمتين دول عشان الم العمله السوداء اللي انتوا عملتوها، لكن انتوا الاثنين عايزين اطمر ابيكم. ما شوره الجواز دي كانت شوره اخوكي، انا عن نفسي كنت عايز اجيبها قبل اي حاجه. كده برضو يا عواطف؟ يعني اخوكي هو قص البلاوي كلها؟ في ايه يا اولية؟ الله، انت هتمسكي في اخويا وهسيبي بنتك البايظه اللي سابت بيتها وطفشت؟ سامعه يا موكوسه؟ اهي دي اللي واقفه جنبك، امال الناس هتقول عليكي ايه؟ انا هلم عزالي وابيع شقتي واطفش من الحته دي، لان انا خلاص ما بقتش قادر ابص في وشوش الناس. الكلام ده لا يودي ولا يجيب يا عم رجب، انت كده عامل زي اللي بيغمض عينيه عشان ما حدش يشوفه. ما قداميش حل تاني يا سعيد. ما قداميش حل تاني. ما هو يا كده يا اما اقوم دلوقتي اجيب سكينه وانزل اذبحها هي وهو عشان اقدر ارفع راسي مره تانيه. وتضيع بنتك وتضيع نفسك يا عم. خد مني بقى، احنا هنعمل فرح كبير، فرح ما حصلش في المنطقه قبل كده. نطبل ونرقص ونغني ونقول لكل الدنيا ان احنا ما عندناش حاجه نخبيها. حلو قوي الكلام اللي انت بتقوله ده، وسلامه اللي كان صبحي يكتب كتابه عليها. يا سيدي احنا هنقول ان احنا ما كانش عندنا حل تاني عشان نفركش الجوازه دي، وان انت اللي بعت البت عند خالها، وان كل حاجه حصلت بموافقتك وتحت علمك. انت فاكر الناس قابله ولا عبيط؟ مين اللي هيصدق الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اللي مش هيصدق ان شاء الله مع انه صدق، ما حدش له عندنا حاجه. اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، انا عن نفسي لا احضر لها فرح ولا هدخل لها بيت من اساسه. زي ما قلت لك انا بنتي ماتت. يا عم رجب حرام بقى نرقي نشف بالكلام. انت شاغل نفسك بينا ليه يا سعيد؟ ما تتكل على الله ومصلحتك يا اخي. انت بتردني؟ بتردني من بيتك يا عم رجب؟ ما كانش العشاء يا اسطى. ماشي. بص يا سعيد، اخر كلام عندي، يطلقها ويجي ياخدها من بيت ابوها. الحلبه بحليب بتاعتك يا اسطى. سلامه سلامه. ما طلبتش حاجه يا عم. في ما بيننا كده، الحلبه دي على حسابي يا عم. بصراحه بقى انا جايب موضوع الحلبه ده حجه علشان عايز اقول لك كلمتين. يعني ما سالتنيش عايزك في ايه حسام؟ انا مش طايق نفسي السعادي. خد الحلبه دي وامشي من قدامي. حتى لو قلت لك ان عزه رجعت؟ ايه؟ عزه فين؟ جت امتى؟ يا عم سيب هدومي وهدئ اعضائك، انت سخنت كده ليه؟ صحيح العشق امر من الصبر. اخلص. عزه فين؟ يا عم عزه رجعت مع سعيد وعماد في العربيه وراحوا عند عواطف، وانا عشان صاحبك وحبيبك جيت اقول لك. ده هتبقى فرجه. ايه يا سلامة؟ في ايه؟ مالك متخبط كده ليه؟ عزة فين؟ عرفت انها جت؟ عزة مش هنا يا سلامة. انت بتضحك عليا يا عزة. تعالى هنا. رايح فين؟ الله، هي خرابة رايح تتمشى فيها. اهدى بس يا سلامة وصلي على النبي. عزة خلاص مش ليك، عزة هتتجوز عماد. ما تقولش كده يا سعيد، عزة بتحبني وانا اللي هتجوزها. ابوها مش عايز يديها لك، هو موديها عند خالها عشان يهرب من الموضوع ده. اديني جبت لك من الاخر. ليه كده يا استاذ راجل؟ هو انا قصرت معاك في حاجة؟ ده انا ما كلفتكش حاجة وجبت لك كل اللي انت عايزه. جوزني عزة يا استاذ راجل، لو عايز فلوس زيادة خد، أنا معايا فلوس كتيرة أوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلوس إيه يا ابني؟ حد قال لك إن أنا ببيع بنتي؟ طب عايز إيه يا سراجب؟ شوف اللي أنت عايزه وأنا أجيبه لك. والنبي يا سعيد قول له جوزني عزة. تعالى يا سلام، تعالى معايا بس وأنا أعمل لك كل حاجة. سيبني وأنا عيل صغير. قول لي يا سراجب عايز إيه وأنا أعمله لك. روح يا سلامة، روح مع سعيد. أصلي وكلت سعيد في أمر عزة بنتي. تعالى معايا يا سلام، نشرب كوبايتين شاي وهقول لك تعمل ايه. يلا تعالى. مش عايز حاجه تاني قبل ما اشطب عم زكي؟ لا يا ابني انا هدخل انام، تصبح على خير. وانت من اهل. هي جليله اللي مخرجك السعادي. الدنيا طبقه على نفس يا عم زكي، ومش فاهمه حاجه، ودماغي عماله تودي وتجيب. طيب اقعدي استنيني، القعده منصوبه، انا هدخل الطاوله واجي اقعد جنبك تحكي لي على كل حاجه. ماشي. بس ما تشربهمش على القهوه. ماشي. اشربهم بعيد، مش طالبه مصايب. ايوه. ايدك بقى على 50 جنيه.
ليه يا عم انت تشتغلني ولا ايه؟ انت ليك في الحشيش؟ لا خلاص يا تدفع الخمسين جند يا تسيبهم لصاحبهم. انت تاكل القرف. اتفضل بس اشربهم بعيد. ماشي يا عم بقى انت هتغنيها. يلا سلام. على فين؟ هنشرب سجارتين الحشيش دول عندك في المحل وبعدين نتكلم. حشيش ايه وبتاع ايه يا سعيد؟ مش لما نشوف موضوع حزه الاول يا جدع. مش عم رجب قالك ان هو فوضني؟ يلا بقى. انا مش فاهم حاجه يا جليله، الراجل ده يطلع مين؟ والعربيه اللي مع ابراهيم دي بتاعت واحد صاحبه ولا بيشتغل عليها؟ لا دي ولا دي، دي بتاعت حماده. هو حماده رجع؟ بس انا ما شفتوش لا طالع ولا نازل. حماده ما رجعش. الله، منين بقى ما رجعش ودي عربيته؟ دي قصه طويله بس مش عارفه احكيها لك ولا لا. اخصى عليك يا بنتي، وانا اتمنى لك غير الخير، ولا على راي المثل في حزنكم مدعيه وفرحكم منسيه. لا والله يا عم زكي، ربنا وحده اللي يعلم معزتك عندي قد ايه، بس انا على بقي قفل مش قادره افتحه، ونفسي افضفض لك وشهورك. لو اللي هتقوليه ده سر فضفضي، سرك في بير، فضفضي يا جليله. أول مرة أخد بالي إنك بتحب تعرف المستخبي. فضول يعني؟ لا والله، بس أنا عايز أطمن عليك. طب احلف لي اللي هقوله لك ده ما يطلعش برانا. والله ما هقول لحد. خد يا عم. إيه ده؟ دي نار داخلة في صدري مش عايز أمسك. يا جدع هو في حلاوة من غير نار؟ شد واكتم. أنا عايزك تكبر يا سلامة. بقولك يا سعيد، انا عارف ان عماد صاحبك وانك هتبقى ميال له اكتر مني، بس انت من الاخر مالكش صاحب، فاظبط لي بحوار عزه ده وانا هديك 5000 جنيه. طب بس شد يا سلامه قبل ما الورده تنام. خلاص خليهم 7. ها قلت ايه؟ والله يا سلامه كلامك مؤثر، بس هرد على التليفون ده وارجع بقى اديك المفيد. بس شطارتك انك تخلص ده، قصدي تخلص السيجاره، مفيش عزه من غير ما تفرمها. ايوه يا حريه. لا انا مستغرب يعني انك لسه صاحي لحد دلوقتي. يعني انا في الشغل، انت يعني فاهمه بقى شغلي ملوش مواعيد. صراحه انا عايزه اعرف عنك كل حاجه. لا طبعا مش دلوقتي. على فكرة أنا قلت لماما عن مشاعري ناحيتك ومشاعرك ناحيتي. صراحة هو أنت بتحبني مش كده؟ آه طب طب بحبك يعني، بس أنا يعني زي ما تقولي كده ما بعرفش أعبر عن نفسي يعني، طبيعة شغلي وكده. حورية بقولك أنا حاليا في القاهرة وفي مهمة يعني، فممكن تديني فرصة لما أوصل اسكندرية أكلمك؟ اوكي. محمد رسول الله. بس بقى يا عم سلامة. ارمي السيجارة دي وتعدل عشان تاكل لقمة، تلاقيك ما اكلتش من الصبح. ربنا يهون اللي احنا فيه وفلوسك اللي ضاعت. كبدة ومكرونة بالليل كده يا عاطف؟ يا اخويا ما تتأنزحش قوي كده، زمان ما كناش لاقيين حتى الفول. على رأيك. الله يرحمك يا عم اسماعيل، كان دايما يشيل لي نايبي. كانت أيام هم وفقر. هتعمل إيه في سلامة اللي اتلطش في دماغه ده؟ والله يا عواطف صعبان عليا. هو فعلا يا عواطف ممكن حد يتعلق بحد قوي كده يعني؟ آه. بتحصل. بالك. اسماعيل بيوحشني قوي. بقول لك ايه؟ اجمد واسلب طولك، ده انت لسه المشوار قدامك طويل. واوعى يا حبيبي تخلي حد يصعب عليك. كل واحد في الدنيا دي شايل بلوته على ظهره. ما ينفعش تشيل بلوه غيرك، مش هتستحمل، هتقع وظهرك يتكسر. يا بختك يا عاطف، طول عمرك ما يهمكيش غير اللي منك.
نزل بقى سلامة وعزة وعماد من على ظهرك عشان ترتاح. وإذا كنت أنا سبب في كل اللي بيحصل لهم أعمل إيه؟ اللي يبص ورايا برنس يضيع، ولو الواحد قعد يحسب اللي فات هيقتله الهم. رأيك؟ كفاية هم بقى، بكرة فرح وعايزين نفرح. هاي مشمش، هاي معدن. بقول لك ايه، نفضي اللي في ايدك ويلا معايا. يلا اوكي باي. ده بركه. هو انا سجاده؟ انت تعرفني؟ لا. وجهت لك كلام؟ لا. يبقى خليك في كوزك لما نعوزك. هي ما ملوش لزوم، مادو بيتكلم بالزور، بلاش ترابنز. معلش يا مادو، ابراهيم ما يعرفكش برضه، واللي ما يعرفك يجالك. خلاص يا ابراهيم. ايش يا مادو، والله العظيم ما يعرفك يا معلم. ايما اقصر الشر. يلا هو في ايه؟ يلا انت ما تعرفش انا مين؟ لا ما اعرفش. انت اللي عملتي فينا كل ده. طب وايه الحل ياما؟ يعني هتجوز من غير هدوم؟ انا هاخد بعضي واروح لفرغلس تسمحوا تاخدي هدومك اللي عندهم، ولو اني عارفه انه هيرفض. دي حاجات بشيء وشويات، وانا من طبتي ما خليتلكيش حاجه، وديت كله على هناك. طب ما تشتري طقمين بيت وطقمين خروج يمشوني لغايه ما ربنا يفرجها. منين يا حبيبتي؟ هو انت خليتي حيلتنا حاجه؟ ده انا ساحبه من فلوس البيت وقلت اكملهم من فلوس النقطه. ايه المناظر النكد دي؟ ده شكل ناس عندها فرح النهارده. فرح الشم والندامه، فرح هندخل فيه العروسه من غير هدوم. صح، ده انت هدومك عند سلامه. بقول لك ايه يا عواطف، تجيش معايا حبيبتي عند فرغلي نستسمحه هدومك ثواب في البت الغلبانه دي. الموضوع ده ما يحلوش الحريم، ده عايز رجاله. انا مش هخرج من البيت ولا فتله الا لما رجب يدفع اللي دفعناه في الجواز. يا ابو سلامه خليك واقعي، انت لو قعدت تدن جنب رجب مش هتطلع منه جنيه. انا مقدرش ازعل سلامة واخرج اي حاجة من البيت. ماشي، ادي 400 جنيه عشان زعل سلامة. انت بتقولي 400 عشان اقولك 500؟ قلنا 500، وادي عمود كمان يا سيدي. سعيد، الحكاية مش حكاية فلوس. سلامة ابني زي ما عماد صاحبك. لا اله الا الله، وانا حلاقي منك ولا من ابنك؟ يا عم فرغلي، انا مش بعمل كده عشان عماد. عماد مش هيخص عليه حاجة، أنا يخصني في الموضوع ده ابنك. ولو سيبنا الهدوم كده قدامه هيفضل تعبان ومش هينساها، واحنا عايزينه ينساها. طب والفلوس اللي صرفناها؟ ما أنا بقول لك خد 500 جنيه وأعوض الله عليك في الباقي. طب وإزاي هنخرج الحاجة دي من غير ما سلامة يحس؟ هنسرسبهم. أنا هاخد شوية دلوقتي وبعدين أبعت لك العيال ياخدوا حتة في حتة لحد ما نخلص. وعندك 2 طيارة مع 2 عيادة. بنت شروق، خد يا بنت. ايه اللي انت شايلاه ده؟ وانت مالك؟ ما تخليك في حالك. جامده زي امك. خد ده سعيد، هديك جنيه لو قلت لي انت شايل. هات الجنيه يا ابن اللعيبه. خد قول حاجة عزة اللي بناخدها من ورا فلان. ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ العفاريت الزرق ده. انا زعلت جامد. احمد ربنا انها جت على قد كده. في حد يتعارك مع بطل اسكندريه في الكونغ فو وجاي تقول لي دلوقت بعد ما طحني؟ لا، وايه قدام المزز فضحتنا. طب ومشمش؟ في المشمش. ماشي، انا هعرف اخد حقي. خلي بالك الواد ده وتابوه اكبر مقاول في اسكندريه، مش هتعرف تعمل معاه حاجه. برضو الكارت اللي معايا يقش. الو، ايوه صلاح بيه. يا ابراهيم، يا ابراهيم، انا في مهمه حساسه جدا دلوقت. طب هو اسمه ايه الواد ده؟ مين؟ طيب انا يومين كده ارجع اسكندريه واكلمك. اقفل بقى، اقفل بقى يا ابراهيم. شطوره يا شروق، ما تحرمش منك. عندي الجمايل. طب بطل الموضوع يا بنت انت. خد يلا، فاضل حاجه تانية هناك؟ دي اخر حاجه، وسلامه صحي وانا بقفل الباب. روح، وانا مش قلقان غير من سلامه. ده عديها على خير يا رب. عزه، هو عماد غطسان فين من صباحيه ربنا؟ طلع عيله من الصبح مع العمال، ربنا يكون في عونه. يا اختي، ومين يشهد للعريس؟ سعيد، والنبي اطلع لابويا علشان يحضر الفرح. ابوك دماغه ناشفه. مش سامع الباب؟ فستان العروسه وصل. يقطعني
زغرت من غير ما اخد بالي. وفي ايه يا اختي؟ ده حد اسمعين بيحب الفرفاشه، وادي زغروطه على زغروطتك. حبيبتي يا عواطف افتح لي الباب ده يابا. الحقوني حرام عليك، سيبني انزل. هتنزل تروح فين؟ هيجوزوا عزه يابا. خلاص يا ابني، عزه مش بتاعتك. يعني انت عايزني اشرب السم تاني؟ هو انت كنت شربته اولاني؟ الباب ده مش هيتفتح لا ليا ولا ليك الا لما الفرح بتاع البنت دي يخلص. بقول لك هيجوزوا عزه، افتحوا لي الباب ده. حرام عليكم. خلاص الحقوني يا ناس. خلاص سيبوني انزل. سيبني سيبني سيبني. في جنب بنتك لغايه ما تطمني عليها. وانت روحي اعتدالي وسيبيني في حالي. عاملين فرح عشان نفرح بس برضه راكبنا الهم. يا اخويا بعد الشر هم ليه؟ ما تسيبش صاحبك لوحدي، انا اروح اقف معاه. روح روح كلها يابا. تاكل؟ انا كنت فاكرك هتقعد طول الليل تعيط. تعيط؟ لا ده انا بدور على حاجه اكلها وبعد كده هخش انام. جيب ما عندك في الثلاجه والعيشه اهو على الترابيزه. تاكل وتنام قدامي في الصاله. ما تخافش عليا يابا، انا هاكل لقمه وانام على طول. يا ابني الدنيا واسعة وكبيرة، وانت خرجت للدنيا وشفت ليك عليا اجوزك ست ستها. ايه رأيك في ظريفة بنت عبد الحميد؟ بنت مؤدبة وكويسة وابوها راجل طيب. ها؟ مين دي يابا؟ معرفهاش. ما تعرفهاش عشان بتمشي زي العسكري، لا بتلتفت لا يمين ولا شمال. اللي انت شايفه صح اعمله يابا. اهو كده المجدعة، كده الرجولة تعجبني.
طالما كده بقى انا هخش اريح شويه، وانت بعد ما تاكل تحط الاطباق في الحوض، ما تسيبهمش على الترابيزه. ماشي 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 يا ابا. عايز يا سعيد؟ مش انا اللي عايز، بنتك اللي قاعده متنكده في فرحها عشان ابوها ما حضرش هي اللي عايزه. مش هحضر يا سعيد. اوه اوه، انا بس مش فاهم انت منشف دماغك كده ليه يا استاذ رجب؟ اسالني وكانك مش عارف اي حاجه. لا عارف بس مش فاهم. الفرح خلاص اتعمل قدام الدنيا كلها، ايه لازمه النكد بقى؟ يا اخي انا حر. صح، انا شاغل دماغي بيك انت وبنتك يا اخي. ولا بلاش، اذا كان بنتك مش صعبانه عليك هتصعب عليا انا. كله انزل تحت ويوسع عليك فنان، ارجوك لو سمحت، ارجوك لو سمحت. ايه يا لا يا حبيبي، ألف مبروك ألف مبروك يا عز. عماد خد بالك منها حبيبي. تعالي يا عم. يلا يلا يا ولاد روحوا، يلا كملوا فرحكم. يلا من غيرك ما ينفعش. عيب عليك يا برنس الليالي يا مجمع الاحبه، وانت وحدادي والنبي تفكك مني يا سخاه، ما تقعدش تنعق في وداني. ده انا بحبك. لا تعالى بقى خد لك نفسين حلوين هيعجبوني. تعالى انت عارف ماليش في الجو ده. لا النهارده مسايفه، ده فرح اخوك. عيب يا جدع، تعالى بس حته فرحه تعجبك. تعالى رجعت يا عم الحاج، والمحامي بعت لي الارشيد، قلت بقى انا خلاص هعدي واخد بالك. لا بيا ولا عليا، القرشين حطوا عليهم الحاجه جليله وعيالها. ونيرفانا ماتت ازاي؟ مين؟ نيرفانا. هو انا حكيت لك عن نيرفانا؟ انا هري اسود ومنيه. ايه الله يخرب بيتك يا عم حسين. ايه بس كده؟ اوعى يا عم الحاج. اوعى حضرات السادة المستمعين، أسعد الله مساكم، للي قاعد شمال ويمين، للي قاعد شمال ويمين، عدوا 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 عدوا.
ايه اللي حصل؟ عماد جراله ليه؟ والقتالي خدت سلامه ليه؟ ايه دخلك الاستعباط دي؟ الواد بيموت جوه وانت ولا كان في حاجه. الحقني يا عم رجب، ابني هيضيع مني وانت عارف السبب. ابنك فصل يا فرغالي، الواد اتجنن خلاص، ما ينفعش يعيش مع بني ادمين. استهدى بالله يا فرغالي، صلي على النبي مال يا سعيد. عليه الصلاه والسلام. سلامه معذور برضه، اللي جراله مش شويه. الحمد لله هو كويس قوي والجرح مش عميق، بس هنعمله شويه تحاليل وفحوصات عشان نطمن اكتر. شفت يا فرغالي، التحاليل والفحوصات لسه في خطر. يا ريت تراجعوا الحسابات على طول دلوقتي. حاضر يا دكتور. لو عايزين تقرير طبي اذا كنتوا هترفعوا قضيه ولا حاجه بلغوا الاداره. تقرير ايه يا دكتور؟ احنا كلنا اهل بعضينا، خليك محضر خير. امال الدكتور بيقول انه بقى كويس يا سعيد، نلم الدور بقى. ابوس ايدك يا سعيد، اذا كان على الفلوس اللي انت دفعتهم اهم، بس خلص سلامه. خلي فلوسك معاك يا اسطى. الو، ايوه يا عماد، عامل ايه؟ الحمد لله. والنبي يابا لو جنبك خليني اكلمه. حاضر والله، هما كلمتين مش هطول. عماد خد كلمة عزيزة، عايزة تطمن عليك. ام سعيد فين؟ سعيد نزل حسابات، اصلا هم عايزين فلوس وهيطلع على طول. شفتي يا عزم قضي ليلة دخلتنا فين؟ مش كنت جيتي كملنا الفرح هنا؟ يا بنت ما تخافيش، ده جرح بسيط وخلاص خيطوه. عشان خاطري يا عزم، عشان خاطري ما تعيطيش. خاطري غالي عليا يا عم. حاضر مش هعيط. ألف حمد وشكر ليك يا رب. والله العظيم ما حشني عنا غير أبوي، حالف على إيه ما راحش المستشفى في فستان الفرح. بس عارف من النجمة هتلاقيني قدامك. نام أنت وارتاح يا حبيبي، ده من العمر كله. ألف سلامة. لا خليني قاعدة معاك لغاية ما ابوك يرجع. ابويا وسعيد راجعين دلوقتي. ايه الاخبار؟ الحمد لله. بجد؟ الحمد لله، كلمته واطمنت عليه بقى كويس. صباح الخير يا ابراهيم. صباح النور يا ماما. كنت فين يا ابني بقالك يومين؟ ابدا، كنت في حوار كده. والحوار ده اللي مشرفتك كده؟ ما هو الحوار ده كان فيه تلات عيال بيعكسوا بنت على الكورنيش، انا ما عجبنيش المنظر، ركنت اتكلم معاهم، شدوا معايا، مسكت فيهم، راح واحد فيهم ظارفني. ابراهيم حالك مش عاجبني. ليه؟ ما انا زي الفل اهو. لا الفل ابيض، لكن اللي انت فيه ده كحل. اه ده ايه الظرف الظريف اللي على الصبح ده؟ اول مره تهزري معايا. يا ريت هزرايا، كنا ضحكنا شويه وخلاص. سيبني انا واختك يومين ما تسالش فينا، وفي الاخر راجع لي مشلفط كده. بقول لك ايه، انا بقيت راجل كبير، لا عايز حد يقول لي رحت فين ولا جاي منين. طب يا راجل وكليتك؟ كليه ايه يا ام كليه؟ هتخرج اخد كام يعني؟ الفلوس اللي معاك دي مش بتاعتك، دي بتاعت اخوك، ولما يرجع هياخدها. خلص بقى السنه دي وريح قلبي، محدش عارف بكره هيحصل ايه. لما يبقى يرجع يبقى يحلها الف حلال. يبقى ادعي له انت يرجع بالسلامه، انا داخله انام. تعبناك معانا يا سعيد، أربعة أيام وأنت قاعد جنب عماد في المستشفى، ده غير الفلوس اللي عمال تدفع فيها. يا عم رجب عيب ما تقولش كده، ده عماد أخويا وأنت برضه هنعمل الأخ الكبير، تعالى بقى نشرب حاجة على لا سيبك من تشرب حاجة، أنا يا دوب ما صدقت إن أنا سلمت العروسة للعريس وقلت أروح أرتاح. عارف يا سعيد،
انا لما بدور اللي حصل ده في دماغي بلاقيك مش سعيد البرنس اللي احنا نعرفه. انت اتغيرت يا سعيد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اسخان يا نعم يا نعم. امر يا سعاده الباشا. والله زمان يا برنس الليالي. والنبي هات لي شويه شاي على السخان عشان دماغي بتلق. هوا. طب هو عايز اسال سؤال، عماد اخباره ايه النهارده؟ عماد تمام، سلمنا له عروسته وكله 100 100. هات الشاي بقى. هوا. طب هما ليه سابوا سلامه يعني؟ عماد قال ان سلامة ملوش دخل بالموضوع، هتوكل على الله بقى. هوا يا ابني. طب عم فرغلي اخبارك. انت تشتغلنا الصبح اسخام ولا ايه؟ هد اعضاك يا عم، وعندك شاي على بوست هنا لبرنس الليالي. صباح الفل. يخرب بيتك، انت خرجت امتى؟ هدى كده، بيقولوا انك اترقيت بقيت باشا بعد ما كنت برنس. ما تشوف لي لقمه عيش معاك يا باشا. جيت متاخر يا بخاطرها. وناوي بخاطرها طالعه من بقك زي العسل. بص يا باشا، انا والواد كله ضربنا السلك مش لاقيين القدر، طمعانين فيه. وده كله باشا. بص ايد ساعات الباشا. ابوس ايد الباشا يا جدع. ابوس ايد الباشا ايه؟ انت هتشيلنا ذنوب على الصبح. خدامينك يا عمهم. عندي مصلحه في اسكندريه معاك. لو في الهند يا باشا معاك.